الحين الموضوع مهم جدا اهم من المسابقه. حلو. ان تحدى مخرجنا الجميل وقال له ان تحداه يجيب قبل المسابقه يعني يلا سروك اتحدى اخذ وقت طويل خلاص يلا شوف والله الفار جاهز يا تراجع شوف يا تعتذر ولا المقطع ما جاهز لا والله تفضل شوف طلع لي يلا يا روكا يا حبيبي يا حياتي روح يا عمري هنا شوفه طلع شفت المقطع انا شفته اسمع 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 تحس انه انت هذا لقطه ترى الصوت ترى ما في صوت ما في صوت من جرب غيرهم فول ستوب وش قلت انت وش كان؟ معلش تابع في الاعاده والله كلامه سليم هاني من قال شيء زين يا جماعه عيد عيد عيد, عيد وقف عند فول ستوب بس ايوه يلا عندنا متابعين شبكه المجد انهم يتابعونا بحساباتنا من ارقى شكرا كمان من ارقى نعم. على فكره قفلنا موضوع ترى خلاص لا 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 ما له علاقه بي تويتر وتوسيق قسم بالله طولون السالفه شوف معكم دقيقه واحده خلاص قفلوا السالفه خلاص من سالحك انا عجبني واحد موضوع من سالحك انت ذاتك يا استاذ استنى النوري واحد قاعد موضوعكم جميل بس لا تكرروه لا تكررونه قسم بالله موضوع من سالحك انت ذاتك اشوف لن يعرف قيمه خذوها وانقلوها عني والله يا سلام الله مديفر تفضل والله اتكلم جد لا برافو يعني. لن يعرف قيمه جمهور المجد الا من جرب غيرهم فول ستوب ايوه يا مخرج روكا 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 شغل تصوير